وصلنا مع مساحتنا الاجتماعية، ورح نحكي عن موضوع يمكن كلنا هلأ بهي الفترة عم نشعر فيه، فرح، هو القلق. من الطبيعي انه يشعر الانسان بالقلق من حين لآخر، اما اذا كان هذا الاحساس مترافق بفترات قريبة او بدون اي سبب حقيقي، فاكيد بدل على وجود مشكلة لدرجة بعيق الحياة وطبيعة حياتنا اليومية. مرجح الانسان بيعاني من اضطراب القلق حسب مصطلح علم النفس. هالاضطراب ممكن يسبب قلق غير ارتياح وغير واقعي وشعور بالخوف بفوق اي اعتبار، وبيكون رد الفعل كمان ما بيكون طبيعي على حالة معينة. لنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل ونجاوب على بعض الاسئلة، معنا غالية سعيد دكتوراه بعلم النفس. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الشمس. اول ما اجيت تذكرتك اليوم انه انت بتحبي الشمس. بحب الصيف والشمس، كوكب الشمس. صباح الهواء وصباح الشمس وصباح كل الاشياء الحلوة يا رب. ان شاء الله يا رب يكون في كثير شغلات حلوة ناطرة كل الناس اليوم. من ضمن الشغلات الحلوة نتخلص من القلق اكيد، ونتخلص من الضغوطات اللي كل الناس يمكن اليوم اكيد ما في حدا ما عم بيعاني من قلق من ناحية ما او شعور ما. في البداية خلينا نقول امتى بيكون القلق شيء طبيعي وامتى ندخل بمرحلة الاضطراب. تمام يا سيدتي. اولا هذا الشعور اللي تفضلتوا عنه هو شعور طبيعي بيكون عند الانسان بحالاته اللي كثير طبيعيه. تعرف القلق على انه هو شعور مربك او غير مفهوم، بيعطي احساسات سلبيه او بيعطي احساسات بعدم الراحه وعدم الامان والطمانينه لموقف ما او فكره ما او وجود ما بطريقه ما. هلا مجمل تعريف القلق لازم يكون لا فترات محددة لوقت محدد، وبعد منها بده يختفي لأنه بتنزل بعده مساحة الأمان، بتنزل بعده الإحساسات بالطمأنينة بالهدوء، وأنه الشيء اللي كان عم يعطيك إحساس القلق هو اختفى. أنت ممكن نعتبر أنه هو شيء من اضطرابات القلق، أو ممكن فعلا نضطر أنه نستشير حدا مختص نفسي أو نروح لشخص قريب لعنا لما بنشعر أنه هذا الموضوع عم يترافق معنا بشكل شبه يومي. صحيح. يعني الصبح، الظهر، المساء، على أسباب عادية، على أسباب ما أنا كتير مهمة، على أسباب كتير تكون ممكن طبيعية، ولكن بتحسي حالك أولا جسمك عنده إحساسات تنبيهات بإحساس القلق. يعني ممكن يكون في رشفة بالإيدين، جفاف بالحلق، شعور بالاضطراب، خوف، عدم ارتياح، تنبه من أي شغلة. ممكن هذا الإحساس تبع أنه دغري هيك بتنقزي أو بتكوني مالك مرتاحة. في أشخاص بيقولوا ما بعرف شو بني. تمام، وهذا هو بيكسرونك بكلمة ما بعرف شو بني. أو أحيانا بتكوني قاعدة بالعامية، نحن بنقول بتيكي قلبي نائزني، متضايقة، متوترة، بس ما بعرف شو بني. لما بتسألي حالك طب شو في، شو القصة، بتحاولي تروحي لمكان معين، لنقطة معينة، لموضوع بتركزي عليه، بتلاقي انه ما في شيء معين، انه ما في مشكلة بحد ذاتها هي العائق لواقفة، بس بالمجمل انت مضطربة، انت عندك احساس بالقلق، ما في ارتياح، بالعدم الراحة، وهذا الشيء نفسيا بيضايقك جدا وبيأثر. وجسديا ما بتتخيلي مثل ما قلت لك، شعور بالوهن، التعب، شحوب بالوجه، خمول بالعضلات، الرغبه باللا شيء، انه انا ما بدي اعمل اي شيء، احساسك بالاخفاق، بالفشل، بالاحباط، متخيلين عند هذول كلياتهم؟ بس لفكره انه انا عندي احساس ما بعرف شو هو. فموضوع كثير صعب، وكثير مثل ما قلتي نسبه كثير كبيره من العالم عم بتمر منه، وللاسف ما عم تعرف شو عم بيصير معها. اكيد. يعني غالية خلينا نقول انه صار في تطور بموضوع القلق. تمام. حتى عم يوصل لمرض نفسي وعم يأثر عضويا على الجسد. يمكن سمعت قريت مرة مصطلح البان اتاك، هو نوبات القلق والفزع. صح. اللي بتسبب اعراض مثل الجلطة بس هو ما بيكون في شيء. هذا بسبب يعني شعور بالقلق المفرط. تمام. خلينا نعرف اسباب الشعور بالقلق، الأعراض أيضا. شو ممكن يحس الواحد يعني كمان يعني بالنسبة عضوية، يعني شيء نفسي عم يأثر على الجسد. تمام. اولا يا سيدتي خلينا نبلش بالاعراض الجسديه اللي هي تترافق تماما مع النفسيه. بنصحى الصبح بنشعر في عنا هيك احساس بضيق بالتنفس، يعني من اول ما بتصحي الصبح وبتفتحي عيونك بتشعري انه في عندك احساس انه انا هيك ضيق بالنفس. هذا اولا. بتبلشي بتقولي ممكن انا عندي اعراض زكام، ممكن انا عندي اعراض برد، هي اولا. ثانيا بتشعري انه في عندك وهن عام بالجسم، ايديك عم توجعك، مالك قدرانه توقفي، حاسه حالك تعبانه. بعدين بيشعروا بشيء انه هيك في خناق عند الصدر، يعني او هيك انه بالعام بيقولك ما عم بقدر ابلع نفسي او ابلع او اخذ ريق او هيك او كذا، ما بعرف متضايق. ومن لا شعور بيحطوا ايدهم هيك على صدرهم ببلشي ما بعرف متضايق.
عدم تقبل للذات بشكل كتير كبير. يعني بتوقفي على المراية بتبلشي بتطلقي هالقصة، شو هالصباح وشو هالصب او شو هالوجه اللي ما انا حلو، بتبلشي بقى بتطلعي العلل بوجهك واو واو من الاشياء كلياتها. بعد منها تفقدي شهيتك بالطعام، تفقدي رغبتك انه انت تعملي اي شيء، هيك احداث جسديه. وممكن كثير 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 يتاثر الجهاز الهضمي بهذا الموضوع. يعني مين فينا ما كان عنده احساس القلق واول شيء وجعتك بطنك او وجعتك معدتك وحطيتي ايدك يا الله انا متضايقه، اذا اجاكي خبر ما حلو، اجاكي شيء متضايقه حتى منه. يمكن عفوا غاليه في اشخاص بيعملوا العكس، صار عندهم افراط بتناول الطعام، هي اي تمام اي تمام اي بحالات الاكتئاب بيلجأوا للطعام بحالات الاكتئاب. بس يا سيدي بحالات القلق بالذات جهازك الهضمي بيتفاعل معك بشكل كتير كبير، على اعتبار انه البطن هو تاني اكبر تجمع مركز اعصاب بالجسم بعد الدماغ. فاولا بتحسي انه فعلا هون صار عندك ببداية الحجاب الحاجز في الم، بتحسي انه هيك صار في شد، حتى بتقولي انه انا المي ماني قدران انه انا اشربها كتير متضايق. هيك اعراض جسدية. اذا بدك تنتقلي لاعراض نفسية مثل ما قلت لك، شعور بالدونية انه انا ما عم بعمل شيء، انا ما رح اقدر اعمل شيء، سبب التفكير شو سببه، واول شيء بتقولي هذا النهار سيء من اوله وما بعرف من وجه مين انا متصبحه وليش هيك عم بيصير معي، كل شيء بالكره الارضيه ببلش بيتفاعل ضدك لانك انت متوتره بهذا الموضوع. حتى اشيائك اللي بتعمليها بشكل يومي ممكن هي بدها طول اسبوع، عم تسوقي سيارتك، عم تعملي الميك اب تبعك، عم تنزلي من بيتك، عم بتسكري الباب، احيانا ما بتسكر الباب معك من كثر ما انك متوتره، بتطلع على ايديك تلاقيها فعلا عم ترجف بشكل ما هو طبيعي. تخيلي كل الجمله العصبيه وكل جهازك العصبي هو متنبه لاسباب انت بحد ذاتك ما عم تعرفي تلاقي لها حل. هيدا كلها اعراض. تخيلي انك انت بس كنتي نايمه قبل بليله موتره متضايقه متلبكه ما انك عرفانه شو في وما قدرت تجاوبي على هاي الاسئله كلياتها. هي بكل بساطه بسها اعراض القلق. احنا ما عملنا شيء لسه. هي فعلا شيء كثير مؤذي بحياتنا، بياثر على الناس المحيطين فينا، بيحصل على تحصيلنا ان كان الدراسي ومجال العمل طبعاً. والحياه. فاليوم كيف نقدر غاليا نحسن حالنا بطريقه صح، نكون واثقين من نفسنا، ما نخلي هي الضغوطات اللي ما بدنا ننكر قد هي صعبه ومستفزه وفعلا اوقات بتوصلي لمرحله تعب خلص انه انا ما عاد اقدر اكمل. فكيف نحن بنقدر نحسن حالنا من هي الضغوطات كلها؟ تمام، خليني بلش بشغله معلي. خلينا نحن نخاف منها. اول فكره لنعرفها، نوبات القلق او اضطراب القلق المعمم او اي نوبات هلع ممكن تصير معنا هي بوابه رائعه للدخول بعالم الاكتئاب. وما ادراكي مع عالم الاكتئاب. يعني احنا بنقول هي انا مكتئب اليوم، بس اذا بيسمع طبيب نفسي او مختص نفسي بهذا الموضوع هذا دوامه، هذا يعني نحن كهف مظلم بنخاف منه كثير. فاول شيء لحتى نحن نبعد عن هذا الكلمه نعرف انه اي شعور بالقلق اذا كان طبيعي فهذا حقك، ولكن اذا شعرتي انه استمر اكثر من ايام اكثر من كذا فتره فمعناتها خلونا نخاف معه مشان ما نعطيه اريحيه كثير، لانه شعور القلق كل ما تماديتي معه بيزيد اكثر، خاصه انه العوامل السلبيه ما شاء الله هي كثير ممتعه وبتتعاظم معك اكثر. فهو اول فكره لنخاف بوابه كثير سهله وواسعه لتدخلي بعالم الاكتئاب. تمام، بس تفكري انه انا ما بدي اوصل لهالمرحله فبتخافي، بس تخافي فبتعملي كنترول، بس عملتي كنترول بتصير تقولي لا ماشي الحال، انا اروى، انا افضل، انا احسن من غيري، احسن من غيري، ما بدي اوصل لهي المراحل. كيف انا بدي اتجاوز هذا الموضوع؟ احنا دائما بنقول لما بتشعروا انه انتم متضايقين اول شيء اعترفوا بهذا الموضوع، انا اليوم متضايق، اليوم فرح فائت ما انا تمام منيحه، انا متضايقه هذا حقي الطبيعي. بتقولي انا متضايقه وهذا حقي الطبيعي، بس انا بحدد انا متضايقه لساعه لاثنين ليوم، بس لازم تعرفي من شو متضايقه. لازم انا اقول اليوم انا كغالي والله متضايقه لانه امبارح كان صار معي موقف وما قدرت اتفاهم مع هذا الموقف، انا متضايقه لهيك، مو متضايقه لانه ما بعرف شو في انه ولا شيء، لا لازم اعرف انا ليه متضايقه. فاول شيء بعترف بهذا الموضوع، ثاني عم بعطي حالي مساحه شخصيه شوي، اذا تجاوزتها وحسيت انه الاشارات الحمراء عم تضوي عندي هون بوقف انه انا ليه شوف شو السبب عم يخليني اتضايق، لانه اولا عم ضر جهازي النفسي العصبي الهضمي، كل الاجهزه الحيويه الموجوده بجسمي عم تتفاعل مشان يا الله ما بعرف وضايق خلقي وعم بتنهد واو من الاشياء هي كلياتها. انت ما بتعرفي شو عم بعمل دمار انا جوا كرمال بس اني انا اقول متضايق ماني عارفان شو عم بعمل. الفكره الثانيه وهي الاهم انه انا اتوجه لحدا ظريف. دائما بيقولوا لك اذا في خمسه عم يضحكوا فانت السادس حكما لا مجال، واذا في سته قاعدين بنكديه وعندهم هي الطاقات السلبيه فانت السادسه ما في مجال ابدا 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 ولا تناقشي.
لذلك دائما بتحسي حالك بهي الحالات توجهي فورا عند الاشخاص اللي بتعرفي بيضحكوا. يعني اكيد كلياتنا في عنا هذا الرفيق او الرفيقه اللي بتضحك بلا سبب، وانا هدولي... كنترول على فكره هذا الحدا، يعني انه هذا لازم يكون موجود بحياتنا فورا، نتصل فيه كيفك بدي اطلع بدي اشوفك هيك، معلي عم تعتبروا حالكم عم تضيعوا وقت، يمكن الساعة اللي بتقعدوها مع هذا الشخص اللي بس بيضحك اللي ما عنده يعمل شيء بالحياة، هذا دواء، هذا دواء طبيعي، قعدوا معه وضحكوا حاولوا على أشياء لو ما أنا كتير مهمة، معلي بعد شوي بتحسي حالك ارتفعتي وشديتي ظهرك ورواق وأوكي. بتعرفي سبب القلق اللي ممكن موجود عندك بعد ما تروقي ورجعي فكري فيه شوي شوي، حاولي تاخدي استشارات من الاشخاص، حاولي تبسطي الامور وتحجميها وتقطريها بشكل اكبر، تلاقي حالك ريحتي شوي ورجعتي. اما تتركي حالك هيك بفضاء مفتوح ولا اعظم من هيك مشكله ولا اعظم من هيك كارثه ممكن تتجه عليها. نعم غاليه، طيب هل ممكن انه الشعور بالقلق يتطور ليصير في تدخل دوائي لضبط هذا الشيء؟ تمام يا سيدتي، اكثر مشاكل بتبلش بالمشكلات والاضطرابات النفسيه بتبلش من انا متوتر وما بعرف شو بني، عم ياخذوا حتى دواء اعصاب هم لحالهم بدون الرجوع لاخصائيين يعني. وهذا للاسف المشكله انه اللي بيصير، انا مثلا عندي شويه اضطرابات قلق مثلا، رحت عند دكتور وصف لي دواء معين، بتجي بتقلي والله وانا متوتره خدي هاي الحبه الجربيه والله ممتازه انا بنام عليها، هذا اكبر كارثه نحن بنعملها، استقلاب جسمي واستقبال الاستقبال هو غير جسمك تماما. صحيح. الهرمونات اللي موجوده عندك ما بتشبهني ولا بتشبهك ابدا، في مشكله دوائيه بيني وبينك، مو اي حدا ممكن، احيانا حبه السيتامول ما لازم اوصفها لاي حدا او اقول له جربها لانه انا ما بعرف شو ممكن يصير بجسمه، وهذا اكبر غلط وخط احمر نحن بنمشي عليه. هل ممكن يتحول لمشكله لكوارث يا سيدتي؟ اول شيء القلق بياثر على النوم، يعني ما في اصعب من كل الناس تكون نايمه وانت هيك قاعده ومتوتره وعندك اضطرابات النوم وعندك ارق وما عم تعرفي شو عم تعملي. اول فكره بيهاجم القلق هو انه ما بيخليك تنامي، وبتعرفي شو معنات ما تخليك تنامي وكل الناس نايمه؟ هذا بحد ذاته كارثه. تخيلي هيك حالك انت اذا بتقلقي شوي زياده قد ايه بتضايقي وقد ايه بتفيقي ثاني نهار مزعوجه ومتضايقه لانه ما نمتي بوقتك المحدد. فهو اول مشكله بفوتنا فيها هي اضطرابات النوم. اضطرابات النوم ما تفكروا كلمه سهله، في عن جد ناس بتروح بتعمل معالجه لحتى تنام. صحيح. كتير مشكله كتير صعبه. بعدين بوجهك لاضطرابات هضميه، بتعرفوا انه غالب اسباب القرحات المعديه او الالام المعديه هي بتكون من القلق والتوتر، وغالبتها بتصير عند الطلاب اللي بيكون عندهم شهادات او اللي بيكون عندهم اشياء مهمه، او اذا كان عندك موضوع مصيري. فاول شيء بتلاقي انه صار في عندك الم بمعدتك، صار في عندك الم بجهازك الهضمي، ما عم تقبلي تاكلي، ما عم تقبلي انك اي شيء، فبحد ذاتك انت شو عملتي؟ آلام جسدية، مشاكل هضمية. تروحي لعند دكتور بشخص لك بيقول لك ريحي حالتك النفسية. صحيح. شوفي شو وضعك النفسي. فاضطرابات النوم، الاضطرابات الهضمية، اضطرابات الجهاز العصبي، حدا بيعرف شو معنات فكرة هاي الرجفة اللي بتصير بالإيدين؟ ونحن بنقول إنه بتعملي هيك إيديكي قدام حدا بيقول لك تمسكي كاسة المي بترقص بين إيديكي، الألم بيرجف بين إيديكي، كل شيء بحد ذاته بيكون إنه أعصابك موترة. فهي كلمة بس أنا متوتر أنا الآن، شوفوا قد ايه عدينا وما بالك لسه أشياء أخرى. رأيك دكتورة بطريقة اختيار الغذاء المناسب للأشخاص اللي بيعانوا من نوبات قلق بين حين لآخر؟ بعض الأشخاص ممكن لحالهم بيخففوا منبهات، بيلجأوا للأغذية الغنية بالألياف، يمكن بيبعدوا عن أي شيء في منبه، قد ايه هذا الشيء صح؟ خاصة اليوم يمكن كتير من الأشخاص عم يعملوا جهدهم ليخلصوا من هاي النوبات. تمام يا سيدتي، الكلام اللي قلتيه كتير حلو. في أشخاص انتبهت على حالها وبلشت تشتغل على النظام الغذائي. أول فكرة منقلهم أنه عن جد الأغذية هي بتساعد بشكل كتير كبير. يعني مثلا خلونا نعتمد أو نتفق على فكرة كتير مهمة، غذاء العقل شو؟ الأكسجين. أول ما بنصحى الصبح تعالوا نجرب كلياتنا نشرب كاسة مي، عن جد لأنه الماء الموجود فيه الأكسجين الموجود بالمي رهيب للدماغ. ونقطة كتير مهمة لتريحوا قبل ما ننام عن جد كمان ناخد مي، لأنه المي وأثناء النوم بياخد الأكسجين للدماغ الموجود فيها بشكل كتير كبير. فكرة كتير مهمة كمان مثل ما قلتي هي نعتمد على الغذاء. العقل بحب أكلات كتير معينة فيها أكسجين، فيها طاقة، فيها عن جد شيء مريح. الشوكولا هلا صحيح بتنصح يمولي هذه الفكره على جنب، بس هي كثير عن جد بترفع هرمون الدوبامين، كثير بتساعد، كثير بتريحك بشكل كثير كبير. استيقاظ الصباحي وانك تفيق الصبح وتاخذي اكبر كميه كبيره من الاكسجين، شو احساسك لما بتفتحي الشباك الصبح بتاخذي الاكسجين الكبير؟ عن جد راحه مو طبيعيه. طبعا شعري انه هي اللذاذه اللي صارت موجوده هيك بكامل جسمك هي بحد ذاتها علاج. مثل ما تفضلتي انه في اشخاص بتتجه على النظام الغذائي بتريح حالها، بتاخذ الياف، بتاخذ فواكه،
الفواكه بتاخد الطاقة الموجودة بالطعام، هذا كتير شيء بريح. وعن جد خاصة لما بتكوني بحالة توتر تبعدوا عن المنبهات، كتير فكرة قلتيها كتير حلوة. مثلا أنا بعرف حالي عندي هلأ نوبات توتر، أنا عندي قلق، ما حاول أخذ بعد الساعة 3 شيء منبه، شيء فيه ستريس، فيه شيء كافيين بشكل كتير عالي، لأنه أنا بزيد هذا الشيء أكتر. في ناس بتفكر حالها إذا شربت قهوة بتريح حالها المساء، هذا الشيء غلط، خاصة إذا أنت من الناس اللي بتأثروا بالكافيين بشكل كتير كبير. نعم دكتورة غالية، يعني كمان خلينا نحكي عن الرياضة أو المشي، قدي بيخلصوا الشخص من التوتر والطاقة السلبية؟ اليوم أغلب أخصائيين نفسيين عم ينصحوا بتفريغ الطاقة حتى اللي ما بيعاني من شيء، حتى يتخلص من هاي الطاقة السلبية اللي ممكن يشحنها طول اليوم. صحيح. فخلينا نحكي كمان عن أهمية يمكن المعالجة الجسدية بأي شكل كان. تمام يا سيدتي، الفكرة اللي حكيتيها كتير حلوة. نحن دائما بنقول جربوا تطلعوا تمشوا الصبح ولو نص ساعة، ولو 30 دقيقة. هلا بقلك في بكير ما في بكير، اللي بيكون متقصد هذا الموضوع فما ما تتخيلوا المتعة الصباحية اللي بتكون الصبح. فعلا ليش قالت هاي الفكرة مثل ما تفضلتي على، لأنه الأرض هي عبارة عن تيارات سلبية سريعة بشكل كتير كبير، ونحن الطاقات السلبية أو التيارات السلبية اللي موجودة فينا هي لا تعتبر شيء كم كتير كبير قدام المساحات الكبيرة اللي بالأرض. لما بتمشي أو بترقدي فهي قادرة بشكل كتير كبير إنه تسحب معها بسرعة، وهذا الشيء أكيد أنا ما بتوقع حدا جرب الصبح لما يقول لك كمية الراحة لما برجع فيها الصبح لو ما برتاح فيها. طيب اذا انا ما بقدر اني انا اطلع الصبح او ظروفي ما بتسمح لي، فيني انا بالبيت اتحرك بهذا الموضوع. دائما بنقول لهم بالبيت حاولوا ما تكونوا لابسين شيء برجليكم، وحاولوا انه تدعسوا بدون اي شيء على الارض، عن جد بترتاحي بشكل كتير كبير. او اذا كانت الارض بارده حاولي انك عن جد توقعيها بدون ما تكوني لابسه شيء برجلك، بترتاحي بشكل كتير كبير وبتحسي انه عن جد انه صار في اريحيه اكثر. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. في كوتش كان أنا كتير بحبه بيقول بتطول العمر، قامت السيدات كلها صارت تعمل رياضة. الرياضة عن جد مو قصة بتطول العمر بس، بتزيد من إنتاجك، بتزيد من قوة أنه تخدم معك الأعضاء الجسدية الموجودة معك، حتى عن جد بترفع لك من مستوى أنه أنا أحسن، أنا أفضل، أنا أروق بكتير. مو شرط ننزل على الجيم وتروحي على التمرين وتتقيدي بمكان محدد، فيك تطلعي بأي مكان، فيك تمشي، فيك تعملي أي شيء، وأحلى من هذا كله تلاقي شريك معك. صحيح. يعني دوري على رفيقة، دوري على حدا بيحب هيك يشجعك، لأنه إذا كنتي لحالك ثالث يوم حتملي، حتبردي، حتنعسي، ما حتقدري. دوروا على شريك وانزلوا معه وجربوا قد الإحساس قد ايه ممتع، قد ايه عن جد بعد فترة بسيطة تحسي حالك رجعت وازنك، ارتحتي وصارت أكيد. أمورك أفضل. أكيد. يعني غالية إن شاء الله حياة لكل الناس بعيدا عن القلق وللأشخاص القلقين. أكيد كل المصاعب بتهون وكل المشاكل أكيد بتنحل. أكيد. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم، يسعد صباحكم.